ننتقل إلى تبويب جديد، ننتبه ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نسمع. أيوة. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. نعم. إذا انتقل الآن إلى شيء آخر، إلى صاحب الماء. صاحب الماء قد يكون عنده بئر أو بركة أو ما شابه، وهذا الشيء ما هو مطالب؟ هو الأولوية له بأن يأخذ حاجته، ولكن الزائد عن حاجته هل له أن يمنع؟ هل له أن يمنع والناس بحاجة؟ ليس له أن يمنع بداية. اثنين، هل له أن يوصل الماء إلى الناس؟ الجواب لا، غير مطالب، لكنه غير مطالب ألا يمنع، لكن أنا غير مطالب أن أوصل لك الماء. عندي ماء، تفضل خذ حاجتك. لا والله ابعث لي إياها. لا، مش مطالب أن أبعث لك هذا الماء. تنبه إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل له أن يبيع؟ هل المنع، هل المنع للبيع أم المنع للهبة؟ أيضا قولان للعلماء، أنك مطالب بعدم المنع، لكن هل أخذ ثمن هذا الماء؟ فمنهم من قال خذ، ومنهم من قال لا تأخذ لأن هذا زائد عن حاجتك، ومنهم من قال العبرة إذا كان هذا الشخص محتاجا فليس لك أن تأخذ ثمن الماء لحاجته من شرب. اتفقوا على أنه إذا كان يسبب الهلاك فلا يجوز لك أن تأخذ وتمنع إذا كان لا يملك، لكن الكلام عمن يملك. نعيش مع هذا الخلاف ومع هذا الكلام، ونتدرج خطوة خطوة إلى أن نصل إلى الراجح وما أراده الإمام البخاري من هذا التبويب. إذن بداية، صاحب الماء، هذا كلمة صاحب الماء ما صلتها في التبويبات السابقة؟ ماذا تفيد صاحب الماء؟ اللي حضر معنا الدرس الماضي واللي قبله، ماذا تفيد صاحب الماء؟ نعم، أن الماء يتملك. إذن هاي نقطة، وهذا هو الراجح، أن الماء يملك ويتملك. طيب الفضل، ما معنى الفضل؟ قلنا قبل قليل ما زاد عن الحاجة، والحاجة ما هو ضابطها؟ ما هو ضابطها؟ إذا بدركها يصبح هناك مشقة شديدة. كلامك صحيح في تعريف الحاجة بشكل عام، أن عدم تطبيقها يدخل على الشخص مشقة زائدة عن المعتادة، لكن نتكلم كيف نحكم أن هذه حاجة؟ كيف نحكم؟ تعرف ارفع ايدك. كيف نحكم؟ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذير. كيف عرف؟ ما الى دخل بالعرف، انت ما ادراك بحاجتي. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذير. انا في اشياء في الماء انت لا تطلع عليها، انا بحاجة اليها، انا بحاجة اليها، فبالتالي لا يقال العرف في هذه الحالة. العرف عندما يكون حق مشترك ويريد أن نفصل بينهما، أما هذا شخص يريد أن يأخذ حاجته، كيف نحكم أنه أخذ حاجته؟ هو يحكم على نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الآن حاجته تتمثل بماذا؟ تفضل نرجع لإبراهيم، تتمثل بماذا؟ واحد، إذن أولا أن يسقي نفسه وأولاده وعائلته الماء الشرب. اثنين، أن يغسل ويستحم الأولاد والزوجة
والغسيل هذا كله ايش لسه على نفسه، والعبيد والرقيق والخدم كله حاجة ولا مش حاجة؟ يعني نقول له ممنوع تتحمم، ممنوع تشرب مي، ممنوع تسقي الخدم، تسقي الموظفين، لا لا كله حاجة. هذا اثنين. نأتي للخطوة الثانية إبراهيم. إذا كان عنده مصنع أو عنده زراعة يغطي حاجة. نعم تغطي حاجة عملك. هذا الماء هل هو للعمل؟ لا. عندك مصنع عصير، حضرتك زاكي، فبالتالي حاجتك مثل مصنع بلاستيك؟ لا. نعم بلاستيك بده ماء، لكن مثل عصير لا يستويان. او حضرتك عندك غدير ماء، فتحتاج الى ماء ايش كثير مثلا، يعني اسماء لامعة ومعروفة في ديارنا، هذا يحتاج الى ماء كثير. فاذا هو يحكم على نفسه، حاجته في عمله قد تكون في مصنع، قد تكون لمزروعات، حتى الزراعة من ارض الى اخرى تختلف، فبعض المزروعات تكتفي بماء قليل مثل ايش الزيتون. وهو الزيتون كما يقال هو مزروعات الكسالة، يعني اذا انت من الشخص الكسالة في الزراعة فازرع زيتون، العناية بالزيتون ما بها قليلة جدا. لكن اذا نظرت الى المزروعات البرتقال احتاج اليه ماء كثير، كيف بدك؟ وهكذا. اذا فيما حاجته فيما يتعلق بعمله سواء كان مصنعا او زراعة وهكذا. اذا من الذي يحكم؟ هو يحكم على نفسه، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. طيب الان الزائد يسمى الفضل، لا يمنع الزائد. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. شو معنى العفو؟ الزائد، الزائد. طبعا ان تصل الى مرحلة تقدم غيرك على نفسك هذا اعلى مراتب الكرم وهو الايثار، لكن هل هذا واجب؟ ليس بواجب. ما احلى تصل الى درجة الايثار، اولادك يناموا جائعين وزوجتك جائعة وانت جائع وتطعم ضيفك كما ورد في السنة، هذا اعلى درجات ايش الكرم الايثار. طيب اذا ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ بسم الله تفضل. هذا باب بيان مشروعية قول من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى. نعم هذا باب في بيان حجة او ترجيح قول من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى، حتى يأخذ حاجته. ثم ذكر الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية لا يمنع وفي رواية لا يمنع، لا يمنع فضل الماء وفي رواية لا يمنع فضل الماء، وكلاهما في الصحيح. ورواية أبي ذر الهروي لا يمنع، بينما رواية الباقين لا يمنع. فإذا في بالجزم وفي بالرفع. طيب الآن